يعني يتساءل المرء، يرى أقواما تقدمت بهم السن ولهم من الرصيد ما الله به عليم، فبعضهم عياذا بالله حتى في طرائق جمعه كم جمعه من غير حل، فعليه حسابه وينعم من بعده به ولا يسأل عنه. لا إله. ومن أصعب الأشياء أن الإنسان يضيع دينه ليقيم دنيا غيره، ولا يوجد أحد أحمق من هذا، من يضيع دينه ليقيم دنياه مفرط مسرف، لكن أحمق من يضيع دينه ليقيم دنيا غيره. فإذا كان الإنسان يجمع الأموال ويكنزها هو بذلك قد أضاع دينه إن لم يؤدي حقه، ثم يقيم بها دنيا غيره لأنه سيموت عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سيرته الحقة ببينة وروية وعلم تبين له كيف كان عليه الصلاة والسلام يحث أمته على الإنفاق.